أهلا بكم في برنامج منشية الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الكاتب الصحفي جاسم الشمري. أهلا بك أستاذ جاسم. حياك الله، مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. والآن مشاهدينا بعد هذا الفاصل نبدأ بجولتنا المحلية. جولتنا المحلية نبدأها من جريدة القبس، وهذا الخبر على صدر صفحتها الأولى حول استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان يوم أمس الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة. هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي يوليها سمو حفظه الله من أجل المحافظة على الهوية الوطنية، متمنيا سمو حفظه الله له دوام التوفيق والنجاح لخدمة وطنه العزيز. أما جريدة الجريدة فقد تناولت أبرز ما جاء في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وقالت أن مجلس الوزراء استهل اجتماعه بمناقشة بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي والتي تمت فيها مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان سالم العازمي الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوغمز. وأكد المجلس التزام الحكومة المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين. أستاذ جاسم، قراءتك لأبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بالأمس؟ نعم، يعني أبرز ما تضمنه أو أبرز مضامين هذا الخطاب تجلت في تأكيد مجلس الوزراء على أن خيار ديمقراطي وخيار حتمي للدولة، إلا أن المسار الديمقراطي المطلوب هو المسار الذي يحقق مصالح الدولة العليا ويحقق الغايات المنشودة من الديمقراطية وهي رفاهية المواطنين وتنمية الدولة، وبالتالي هذا المسار الديمقراطي يؤكد على أن أي مساءلة للوزراء ما لم تؤسس على مخالفات حقيقية أو تجاوزات صارخة واضحة لا ينبغي أن تذهب إلى أبعد مما ذهب إليه استجواب وزير الأشغال السيدة بوغماز. وبالتالي يعني لسبب بسيط، وهو أن دائما المساءلة السياسية إن لم تبنى على حقائق ودامقة يعني تكون معطلة حقيقة لمسار المسار السياسي في الدولة، يأخذ من وقت وجهد السلطتين الوقت الذي يعني يكون أو يخصص لمناقشة أمور أهم أهم برنامج الحكومة الذي يعني يبشر برفاهية المواطنين وتنمية الدولة. هذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة، وهو ما أكدت عليه حقيقة الحكومة في أن التعاون بين السلطتين هو ما تتمناه وتتبناه في المرحلة المقبلة. نعم، ونلاحظ كذلك يعني أستاذ جاسم أن هناك تعاون يعني في الفترة الأخيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. صحيح. أما جريدة الرأي نقرأ هذا العنوان: الكويت ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان. وفي التفاصيل قالت الرأي أن وزارة الخارجية أعربت عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان، وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان.
وننتقل إلى جريدة الأنباء التي كتبت تحت هذا العنوان رئاسة الأركان الانتهاء من اعتماد كشوفات مكافآت الأمامية للمنتسبين من العسكريين والمنتدبين. وتقول الجريدة إن رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت عن الانتهاء من اعتماد كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية لمنتسبيها من العسكريين والمنتدبين، وتم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لصرفها. السكنية تسليم 22,000 مواطن شهادات من يهمه الأمر لإصدار أذونات البناء في نوفمبر الماضي. تحت هذا العنوان كتبت الجريدة جريدة النهار أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت تسليم 22,003 مواطنين شهادات من يهمه الأمر الخاصة بإصدار أذونات البناء ضمن ثلاثة مشاريع رئيسية في شهر نوفمبر الماضي. ونختم جولتنا المحلية من جريدة الوسط، والتي سلطت الضوء على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف إصدار تراخيص مركبات جديدة لشركات الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات ونقل البضائع، فيما أجاز القرار للشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة حاليا إحلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، وبعد هذا الفصل نتابع منشطات الصحافة العربية والعالمية. مستجدات الساحة المحلية ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطيات مستمرة على مدار الساعة وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. جولتنا الدولية عبر منشطات الصحف العربية والدولية نبدأها بهذا العنوان من صحيفة الشرق الأوسط. الشرعية الدولية تهدد المصالحة الفلسطينية قبل لقاء الجزائر. الشرق الأوسط كتبت في التفاصيل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلا أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح إن الحركة ستمضي في إجراء المصالحة على أساس اعتراف جميع الفصائل بمنظمة التحرير، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية. الشرق الأوسط بينت أن الاعتراف بمنظمة التحرير متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير بالجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي حماس والجهاد إلى هذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافا حول كيفية حدوث ذلك. تطلب حماس إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة فتح في هذا الوقت. أستاذ جاسم، يعني كيف ممكن أن تؤثر المصالحة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه المشروعة؟ نعم، المصالحة الأخيرة في أكتوبر الماضي التي تمت في العاصمة الجزائرية الجزائر، لا أرى أنها ستكون الأخيرة ولم تكن الأولى في غضون 17 سنة الأخيرة. من 2005 بدأت حقيقة عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وبالأحرى بين فتح وحماس، هي القوتين العظميتين في الفصائل الفلسطينية. كل سنتين كل سنوات كانت هناك لقاءات مصالحة، يجتمع الفرقاء يتناقشون ثم يوقعون اتفاقية تظل حبلا على ورق دون أي يعني خطوات حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع. هناك مشكلة حقيقية في مسألة فهم العمل الثوري والعمل التحرري في داخل الأراضي الفلسطينية. هناك من يتبنى أن السلام هو ما سيحقق للفلسطينيين دولتهم الموعودة، اتجاه آخر يرى أن العمل الثوري والنضالي هو ما سيكرس هذه الدولة. بين الخيارين تقف قوة متفائلة وأخرى متشائمة. الآن في تصوري أن المصالحة مطلوبة حقيقة في أي عمل نضالي،
يعني الاختلاف او الخلاف يؤسس لي يعني فروقات كبيره قد يستغلها العدو الصهيوني او الكذا. وهذا ما يقوم به يعني الكيان الصهيوني. صحيح. يعني في ظل هذه الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره يفترض من حركتي حماس وفتح يعني الاتفاق على نقطه واحده. نعم، كما قلت هو فلسفه العمل النضالي هو المختلف بين التوجهين، وبالتالي انا في تصوري يفترض ان تقبل حماس بالمصالحه شريطه ان تقبل ايضا فتح بتحديد فتره زمنيه لوضع اتفاقيات السلام موضع التنفيذ. نعم. وارغام الكيان الصهيوني على القبول بها او العوده الى العمل النضالي المسلح كما تريده حركتي حماس والجهاد. نعم. ان لم يكن هذا الامر متاحا في تصوري لن تكون هناك مصالحه حقيقيه. اتفاقيات اوسلو الموقعه في العام 1993 تقريبا يعني بتدخل العقد الثالث. نعم. لم يعني يستفد منها الفلسطينيون كثيرا، يعني اثمرت يعني سلطه منزوعه القوه تماما دون اي خيارات. هناك خلافات استاذ جاسم، يعني بالتاكيد يعني سيكون الامر يعني سيء وسيستغل الكيان الصهيوني هذا الخلاف. نتمنى بالفعل يعني ان تتفق الحركات في فلسطين على رؤيه واضحه بالنهايه هي لخدمه الشعب الفلسطيني. نتمنى ذلك. واشنطن وحلفاؤها يرحبون بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان. بهذا العنوان تكتب صحيفة القدس الفلسطينية بأن الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات رحبوا بتوقيع أول اتفاق بين الجيش السوداني والقادة المدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ الانقلاب العسكري. وبحسب البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ونقلته القدس، فإن الاتفاق هو خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات. أستاذ جاسم، من خلال متابعتك للمشهد السياسي السوداني، كيف ممكن أن تحلل هذا الاتفاق بين الجيش وبين يعني المجتمع المدني، ممثلي المجتمع المدني؟ نعم، الواضح أن هناك خلافات عميقة في المكونات السياسية السودانية بين قوى الحرية والتغيير وبين القوى المناهضة لها وبين المكون العسكري. هناك قوى ترى أن الاتفاق مع المكون العسكري لن يفضي إلى شيء، قوى الحرية والتغيير ترى بضرورة استقرار المشهد السياسي للبناء عليه. لكن المشكلة في تصوري الآن في الاتفاقية الحالية بين المكونين وجود فترة انتقالية تمتد إلى سنتين من بعد اختيار رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تجاوز الموعد الذي المعلن سابقا عن إجراء انتخابات رئاسية في 2024. في تصوري أن الفريق البرهان يعني كان حريصا على أن يتجاوز هذا الموعد لأنه يرى أن هناك منافسين كثر سيقطعون عليه الطريق في مسألة أن يكون هو الرئيس المنتخب. في تصوري أيضا أن القوى المناهضة للاتفاق مع المكون العسكري ستنتظر في تصوري في خلال 3 أشهر المقبلة، أولا لترك المجال لاختيار رئيس مجلس وزراء متفق عليه بين كل الأطراف السياسية، ثانيا لترى هذه الأطراف كيفية تعامل مكون قوى الحرية والتغيير مع ممثلين المجلس التشريعي، هل ستختار من المكونات المعارضة وبالتالي تحتوي هؤلاء في الاتفاق القائم أو الموقع حاليا. في تصوري أن الأمر ملتبس وربما يفضي إلى شيء من الاستقرار إن تجاوزنا مرحلة 3 أشهر المقبلة إن شاء الله. نعم، نتمنى بالفعل أن يكون هناك استقرار في المرحلة المقبلة إن شاء الله. أما صحيفة القدس فقد عنونت تسليم السويد لعضو بحزب العمال الكردستاني هو بداية بالنسبة لتركيا. قالت صحيفة القدس الفلسطينية أن اعتبار وزير العدل التركي بكر بوزداغ تسليم السويد لعضو في حزب العمال الكردستاني نهاية الأسبوع الماضي هو بداية تنتظر أنقرة ما يليها. ومثل محمود تات الذي رحلته السويد أمام المحكمة فور وصوله وأودع السجن
وتمحورت محادثات السويد وفنلندا مع أنقرة لدخولهما الناتو حول مواطنين أكراد من تركيا ذهبوا إلى المنفى أو لجأوا إلى هذين البلدين. البيان تعنون لافروف يحذر من صدام نووي، أي مواجهة عسكرية مع روسيا ستكون خطيرة جدا. نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن حلف الأطلسي يشكل تهديدا خطيرا لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة. هذا وعبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية. صحيفة الشرق الأوسط تعنون معارك في زاباروجيا ودونيسك وتقارير عن خسائر كبيرة. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر عن تسجيل سلسلة انفجارات قوية في مدن أوكرانية عدة واحتدام المعارك في إقليمي زاباروجيا ودونيسك وسط تقارير عن خسائر كبيرة، تزامنا مع إعلان الكرملين أن العمل جار لإعداد رد على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على إمدادات النفط الروسية وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دمر جزئيا في أكتوبر الماضي في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014. أستاذ جاسم، يعني يبدو أن الملف الروسي الأوكراني يعني سيطول. الآن كيف ترى الوضع بعد يعني استبعاد صدام نووي؟ نعم، حقيقة موسكو دخلت في حرب استنزاف خطيرة ومنهكة لها، وبالتالي هي أصبحت الآن أمام خيارين أرى أن أحلاهما مر، إما مواصلة حرب الاستنزاف هذه وبالتالي إضعاف القوة العسكرية الروسية والقوة الاقتصادية التي كانت تؤمل عليها في السنوات المقبلة، أو الانسحاب من أوكرانيا والاعتراف بفشل الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا في تصوري خيار يعني خارج سياق العقلية المسيطرة في موسكو. يعني استبعاد الخيار النووي، نحن نستبعد خيار النووي بين قوتين، بين حلف الناتو وبين موسكو، ولكن لا استبعد أن تعمد موسكو إلى استخدام الخيار النووي تحديدا في أوكرانيا. لكن لو أرادت يعني روسيا استخدام النووي كانت ستستخدمه دون الإعلان عن استخدامه. الآن هناك تطور خطير، بالأمس قصفت يعني مواقع في عمق الاتحاد الروسي. نعم. ويعني دمرت قاذفات استراتيجية للروس، هذا تطور يعني نوعي في العمل العسكري الأوكراني تجاه روسيا، وبالتالي أيضا هو تطور نوعي في قوة ونوعية التسليح الذي تعطيه الآلة الغربية لأوكرانيا، وبالتالي ربما تستخدم موسكو هذا ذريعة في يعني استخدام قوى الردع الأقوى ضد أوكرانيا تحديدا، ليست ضد دول الحلف الناتو، وبالتالي ربما، أنا أقول ربما، استخدمت قنابل صغيرة تؤثر في مدن لإرغام القادة الأوكرانيين على الاستسلام. المشكلة الحقيقية بأن القادة الأوكرانيين أنا في تصوري لا يمتلكون خيار السلام، الخيار ليس بيدهم، الخيار بيد حرية القرار ليست بيد أوكرانيا. نعم، وإنما بيد السلاح الغربي المسيطر والمهيمن على الحرب هناك. نعم، يعني شيء مؤسف استاذ جاسم، يعني ما يحدث في اوكرانيا، وايضا يعني حول الامدادات الغربيه يعني المتسارعه والدائمه لاوكرانيا، وبالتالي يعني المتضرر الوحيد في الشعب هذا الأوكراني. الشعب. نعم صحيح. صحيفة البيان تعنون كوريا الشمالية تطلق أكثر من 130 قذيفة لتحذير سيول. قالت صحيفة البيان الإماراتية أن كوريا الشمالية أعلنت إطلاقها لأكثر من 130 قذيفة مدفعية في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية بعد رصد تدريبات عسكرية عبر الحدود في الجنوب. هذا وحذرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري كوريا الجنوبية على الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تصعد التوترات في المناطق
المناطق القريبة من الخطوط الأمامية. صحيفة لوفيغارو تعنون: المملكة المتحدة حزب العمل يريد إلغاء مجلس اللوردات. قالت الصحيفة إن حزب العمال البريطاني المعارض منذ 12 عاما وبأعلى نسبة في الاستطلاعات أعلن رغبته في استبدال مجلس اللوردات المكون من 800 عضو بغرفة منتخبة. وأطلق كير ستارمر زعيم حزب العمل وجوردون براون رئيس الوزراء العمالي الأسبق مشاورة لتحديد برنامج الحزب الانتخابي الانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها في غضون عامين. صحيفة USA Today تعنون: هيئة المحالفين تبدأ تداول في محاكمة جنائية تتعلق بالاحتيال الضريبي لشركتين من شركات ترامب. قالت الصحيفة إن المحالفين في محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي لشركتين في الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب بدأوا مداولتهم بعد المرافعات الختامية الحماسية. هذا وأصبح الرئيس السابق موضوع دعوى بطلان المحاكمة بعد أن أكد مساعد المدعي العام في مانهاتن يوم الجمعة أن ترامب أجاز صراحة مخطط الاحتيال الضريبي المزعوم في قلب القضية. قراءة في مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة المصري اليوم تحت عنوان قمة العرب والصين للكاتب الصحفي محمد كمال، حيث كتب بأن رمزية القمة التي تحتضنها الرياض تأتي في ظل الإعلان الرسمي للولايات المتحدة بأن الصين هي منافسها الاستراتيجي الأول في العالم، وسعى بعض دوائر الحكم في واشنطن لتصعيد التوتر مع الصين ووضع دول العالم في موقف الاختيار بين الولايات المتحدة والصين في عدد من مجالات التعاون. وبالتالي فإن انعقاد القمة يحمل رسالة بأن الدول العربية ترفض فكرة المباراة الصفرية في العلاقات الدولية ومنطق من ليس صديقي فهو عدوي والعودة مرة أخرى إلى أجواء مشابهة للحرب الباردة التي كانت سائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. أستاذ جاسم، تعليقك على كاريكاتير اليوم. نعم، أولا نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ممثل الدول العربية في هذه الأدوار الإقصائية، أن يكون ضمن القوى الرياضية الكبرى التي تصل إلى دور الثمانية. نعم، الأدوار الإقصائية هي أدوار يعني تمثل حقيقة القوة والخبرة الرياضية لا يصل إليها إلا الفرق القوية والتي تمتلك رصيد كروي عالي. نتمنى التوفيق للمغرب في مباراة اليوم إن شاء الله. نعم، بإذن الله. بالفعل نتمنى أن يعني تكون دولة من الدول العربية. صحيح. موجودة في هذا المونديال، وبالتالي يعني فخر لنا كعرب ومسلمين. صحيح. الكاتب الصحفي جاسم الشمري، أشكر وجودك معي. شكرا لكم. شكرا. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم برنامج منشط الصحافة. إلى اللقاء.